معانا كريم احمد تمام. يطمنا على بقى التدريبه اللي بدات من نص ساعه يمكن او اكتر، والتدريبه الاخيره للنادي الاهلي من نادي الجزيره، من اهلي الجزيره طبعا ملعب مختار التتش. معانا زميلنا العزيز كريم احمد. مساء الخير يا كريم. عايزين نسأله على حاله المصابين. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، برحب بيك في البدايه وكل التحيه لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. طيب اطمن منك على تمرينة النهارده، واطمن جمهور النادي الاهلي على الاسماء. يعني عرفنا طبعا انه متولي اصيب في التمرينه، عارفين انه كريستو مع المنتخب، عارفين انه يمكن في قرار، مش عارفين، عايزين نتاكد منك اذا كان في قرار باراحه محترفين الاهلي الاجانب اللي شاركوا في مباريات دوليه مؤخرا زي بيرسي تاو واليو جانج. طمنا كده على استعداد الاهلي لماتش حرس الحدود بكره ان شاء الله. يعني في البدايه بالتاكيد طبعا ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد، مباراه صعبه جدا بالتاكيد حرس الحدود وبطوله الدوري العام، وتجديد بقى الرغبه والدوافع الكبيره جدا، لان هو هذه البطوله الثانيه اللي احنا ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي حاطط عينه عليها. يعني الحسم اما تحسم البطوله قبل ما تنتهي هترفع الضغوطات بشكل كبير جدا على اللاعبين، وده الامر المهم جدا اللي بنتمناه ان شاء الله يكون في تركيز كبير جدا جدا في البدايه. خمس مباريات متتاليه ان شاء الله باذن الله خطوه خطوه نقدر ان احنا نحسم الدوري في الخمس مباريات قادمة. لكن ناكد لك على نقطه مهمه جدا، يعني يمكن من في الخلفيه موجود بيرسي تاو وديانج بيشاركوا في التدريب، ويمكن شاركوا ايضا كمان في تدريب الامس، واضح الجاهزيه الكبيره. ويمكن مستر كولر يعني القرارات دي اكيد بننفيها من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، الراجل لو عايز يريح هيريح في المباراه، لكن مش هيريح عدد كبير جدا من اللعيبه، لان يمكن الحاله البدنيه طمن عليها الجهاز الفني والجهاز الطبي بعد عوده كل لاعبين المنتخب الوطني، بعد عوده ديانج، بعد عوده تاو، ولسه كمان منتظرين الضاوي. لكن باكد لك جاهزيه كل المحترفين الدوليين، القندوسي كمان وعلي معلول بكل الجاهزيه الكامله، هي بس ممكن بالتاكيد الراجل يحاول ان هو بقى يوزع الجهد ويعمل روتيشن، لان انت عندك خمس مباريات قادمه، الراجل عايز يدي فرصه وفي نفس الوقت عايز يحافظ على القوام وعلى الشكل الاساسي لفريق النادي الاهلي. لكن الحمد لله كل اللعيبه متواجده باستثناء طبعا متولي، يمكن قلنا متولي بيقابله سوء حظ شويه في موضوع الاصابات، لكن قضاء وقدر كل الاصابات ان شاء الله يعود من جديد. عندنا زي ما بنأكد في كل مره قائمه مليئه بالنجوم، مليئه بالمواهب، مليئه باللعيبه الكبار في صفوف فريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله المتواجد غدا في القائمه بمشيئه الله يؤدي الدور وزياده. ويمكن اكدنا وقلنا يعني لسه يمكن هذا الامر لم يحسم، ان شاء الله يحسم بعد انتهاء هذا التدريب وبعد القائمه، لان يمكن دور علي لطفي ومصطفى شوبير مهم جدا ان هم ياخدوا مباريات خلال الفتره القادمه. اكيد الشناوي دوره مهم الحقيقه، لكن الشناوي لعب مباريات كثيره جدا ويمكن ضغط كبير جدا عليه بدني. بنامل ان شاء الله باذن الله مصطفى شوبير الحقيقه ظهر باداء رائع جدا، علي لطفي ايضا كمان، حراسه المرمى لابد يكون فيها روتيشن، مع الروتيشن اللي احنا متوقعينه مع فريق النادي الاهلي ومع مستر كولر في مباراه الغد. الراجل بيحاول ان هو يدي فرصه لبعض اللعيبه، بيحاول ان هو يريح بعض اللعيبه، لان اللود كبير جدا والحمل كبير جدا خلال الفتره القادمه. لكن باكد لك تدريب النادي الاهلي بدا اليوم في تمام الساعه 7، محاضره سريعه باحتفال سريع كده لحسين الشحات طبعا اللي بيقول له كل سنه طيب يا حسين، عيد ميلاده النهارده. يمكن لعيبه النادي الاهلي احتفلت مع احتفال بسيط جدا كالعاده معتاد في غرفه خلع ملابس، ومنها الى التدريب. بالتاكيد النهارده هيكون التدريب مهم جدا في بعض الامور الخاصه طبعا بالارتكازات والتكتيك والامور الخاصه طبعا بحرس الحدود، عنده معنويات كبيره جدا، الراجل مش بايع على حاجه حرس الحدود، عشان كده الجيم هيكون صعب، هنشوف غلق مساحات، كل الامور دي الحقيقه مستر كولر اتكلم مع فريق النادي الاهلي ومع اللاعبين ان احنا هنقابل صعوبات في مباراه الغد، عشان كده لابد يكون تركيزنا عالي جدا، لابد ان احنا ما يبقاش في تهاون، لابد يكون في احترام كبير جدا للمنافس، ودي الحقيقه بتدينا ثقه كبيره جدا وبتدينا امل ان الفتره اللي جايه مهمه جدا للاعبين. الاداء والرغبه والتركيز الكبير اللي شايفينه مع فريق النادي الاهلي بيدينا الامل ان شاء الله باذن الله ان احنا نقدر نحسم بطوله الدوري قبل انتهائها كالعاده. الامور صحيح. طيبه جدا، يتبقى لنا ان شاء الله انتهاء التدريب، يتبقى لنا نطمن على اللاعبين، وغدا ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جديده لفريق النادي الاهلي، ويكون ثلاث نقاط مهمين جدا زميلي كريم. عارف انه في اجتماع مجلس اداره، ويمكن لغايه لما طلعت على الهواء كان الاجتماع مازال مستمر، هل في اي جديد او هل انتهى الاجتماع ولا مازال مستمر حتى الآن؟ لا يعني اقدر اقول لك الاجتماع مجلس الاداره ما زال مستمر، بدا الاجتماع الحقيقه صباحا يعني 12 ظهرا كانت البدايه بالمكتب التنفيذي، ثم بعد كده بقى الملفات بتتوالى، النشاط الرياضي كابتن خالد العوضي، كل الامور المعتاده، ومن بعدها بدا الاجتماع بالمجلس بالكامل طبعا بوجود اعضاء مجلس الاداره بالكامل في الثالثه عصرا. امور الحقيقه وترتيبات كثيره جدا في مجلس الاداره، ترتيب للالعاب الاخرى للفريق كره القدم، للصفقات، لامور عديده جدا، للاعراض، كل الحقيقه مجلس الاداره عنده شغل كبير جدا خلال الفتره القادمه. لكن لسه حتى هذه اللحظه لم ينتهي مجلس الاداره، كلنا منتظرين القرارات وكلنا منتظرين البيان طبعا المعتاد من الدكتور شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. لكن ان شاء الله باذن الله تكون قرارات في مصلحه النادي وفي مصلحه كل الفرق بمشيئه الله. اكيد طبعا ما فيش شك، وان شاء الله الاجتماع ده
يعني ان شاء الله بعد انتهائه هيحمل لجماهير النادي الاهلي اخبار عظيمه ومفاجات كتير، وان شاء الله باذن الله قرارات تاخد الاهلي بالتاكيد لقدام. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد. دي تمرينه الاهلي تقريبا، شفت كل اللعيبه، مفيش حد غايب يمكن باستثناء محمود متولي واكرم توفيق وكريم فؤاد اللي ما شاركوش طبعا، ما زالوا يعني بيستكملوا البرنامج التاهيلي بتاعهم. نتمنى التوفيق لرجالتنا بكره ان شاء الله، كلنا ثقه كبيره فيكم.